80% من الأشخاص في سن المراهقة يعانون من حب الشباب. حالة واحدة من كل 5 حالات قد تعاني من ظهور الندوب والآثار بعد زوال حب الشباب، ربما لعدم الوصول إلى وسيلة علاجية مثلى للتعامل معه والتشافي منه. سنتحدث اليوم عن أحدث وأهم العلاجات لندوب حب الشباب والتي تخلصنا منها ربما نهائياً، مع ضيفي الدكتور مجد الحديدي، اختصاصي التجميل غير الجراحي ومكافحة علامات الشيخوخة. حياك الله معنا دكتور مجد. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. حياك الله دكتور مجد. بداية، يمكن حب الشباب مو دائماً بترك ندوب، لكن وارد ظهور الندوب، فمتى نقول هنا تصبح ندبة وهنا لا، أثر مؤقت يزول؟ تقييم وجود الأثر بحد ذات نفسه يعالج أو يصنف كندبة. وجود الأثر بذات نفسه يصنف كندبة. إحنا اليوم بطبيعة الحال بنستذكر مع بعض الدورة الكاملة لالتهاب الحب الواحد، الأكني سكارز. فإحنا بنحكي عن منطقة في المسام الجلد كانت بدون أي أثر، بدون أي مشاكل، لوجود مواد معينة، قد تكون هرمونية، قد تكون دهنية، قد تكون متجانسة دهنية وهرمونية، نتج عنها بابيول اللي هو انتفاخ لوجود التهاب. وجود الالتهاب بحد ذات نفسه يعني عن تآكل في هذا النسيج، وهذا التآكل هو نتيجة ردة فعل طبيعية للجلد ليحافظ على نفسه من الالتهاب ويحمي الأعضاء الداخلية في جسم الكائن الحي لحتى ما يكتمل الالتهاب وما يأثر على مناطق ثانية. فإذا لنستوعب الجلد أكثر، إحنا اليوم بنحكي عن طريقته في حماية باقي أعضاء الجسم. على هذا الأساس الندب بواقع الحال هي طريقة حماية الجلد لنفسه، لكن مع مزعجة ومحبطة، مع أنها مزعجة ومحبطة، ولكن هي بواقع الحال أسلوب حماية الجسم لنفسه. صدقيني اليوم إذا استوعبنا كيف الجسم عم بيتصرف، إحنا ممكن نعمل تعاطي أكثر وأفضل لنوصل لنتائج علاجية. فمن أهم المشاكل اللي ممكن تكون مؤثرة على موضوع وجود الأكني والالتهاب بحد ذات نفسه وعدم معالجته أو استمراره لفترة طويلة. وهون دكتور السؤال، يمكن حب الشباب بحد ذاته محبط ومزعج أكثر للشاب من الندبة أو الأثر، فالأثر بحكي لك أنا سلمت، ممكن يعيد الجلد ترميمه وتجديده تلقائيا فأتخلص منها، هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح نوعا ما. بشكل عام هي المشكلة ما بين وجود ظهور الحبوب وتخلص من آثارهم، فهم موضوعين مختلفات. أول مرحلة اللي هي حكينا في مرحلة البلوغ بتكون هذه الحبوب، بصير الانتفاخ اللي هو بيظهر فيها منطقة الالتهاب نفسها، بتحمل بص الخراج بيحكوله بأغلب الحالات. الفترة اللي بياخدها الجلد ليعالج هاي المنطقة، وإذا استمر الالتهاب لفترة طويلة فاستمرار الالتهاب بيعطي ردة فعل عكسية بظهور ندب أقوى، ندب أوسع. فإحنا بالبداية، طب دكتور إله دخل لما يكون بيلعب فيه أو مثلاً بيحاول يفرغه من نفسه بدون طبعاً هذه وسائل غير معقمة؟ هذه المشكلة الأساسية. يعني هو الالتهاب أنت عم تنقله من مكان للتاني وعم بتوسعه بدل ما تكافحه وتكافح دورة البكتيريا كاملة في المنطقة. فالمفروض علينا أول إشي إن نحاول نوقف من الحب الشباب نفسه، تخفيف المواد المؤثرة عليه، نشوف موضوع التغذية بشكل سليم، نشوف موضوع الدهون الغير مهدرجة اللي هي عملت الفرق. لو نحكي بالعشرين سنة الأخيرة مقياس ونسبة ظهور حب الشباب على الشباب أعلى بكتير من مكانه في الثمانين، أعلى بكتير من مكانه في السبعينات. هذا واقع حال مرتبط جدا في التغذية. فإن نعيد على نقطة التغذية، صدقيني هي المفتاح الباسورد. أنت مشدد على موضوع التغذية وحصلت الندبة دكتور. اليوم هون الهدف من لقائنا هو علاج هذه الندبة بتقنية حديثة متميزة، تحدث عن هاي التقنية وهي تقطيع الألياف. بدنا الكلمة مخيفة دكتور، تقطيع الألياف أو تحرير الألياف. السبسيشن هي إجراء موجود بيستخدموه الجراحين، بيستخدموه الأطباء بشكل عام للتخفيف من آثار الندبات اللي بتظهر.
مثل ما حكينا الالتهاب بلحظة معينة ظهر على سطح الجلد، عمل نتيجة الالتئام له ونتيجة الالتهاب اللي صار في تقعر. هالتقعر مرتبط مع سطح الجلد من الأسفل بألياف. من يعني بيشده. منطقي جدا. نعم، هو بيعمل كونستراكشن ليصير هولدنج لتحت للأسفل، فهذا اللي بيطلع أو بيظهر الشكل الغير متناسق للحبوب. نتيجة لهذه الحبوب بعد التئام المنطقة وتوقف الحبوب، احنا بنقدر نعمل لآثار حب الشباب للتقعر اللي صار باستخدام تقنية تحرير الألياف، وهي تقنية قديمة جدا، احنا بنحكي عن أكثر من 200 سنة، لكن للأسف دكتور استخدامها محدود وبحاجة يمكن لكفاءة وتمرس أكثر من الطبيب المعالج. بواقع الحال هالإجراء دخل في منافسة مع إجراءات تانية مثل الليزر والتقشيرات التانية. ولكن اليوم احنا مصلحتنا بالنهاية تقديم أفضل رعاية صحية، توصيل المريض للنتيجة الأفضل from A to B. إذا كانت الطريقة الأفضل في حالات معينة هي تحرير الألياف، فيجب أن نفكر في هذا الإجراء، نفكك هذه المنطقة، نعطي النسيج الجلدي قدرة على بناء نفسه. كيف دكتور؟ نوضح أكثر. أول سؤال، تعد هي عملية جراحية؟ أبداً، هي تعد عمليات صغرى أو تمام. إجراء ماينر بيعتبروه صغرى تحت التخدير الموضعي. عظيم. ما هي الأدوات المستخدمة دكتور في تقطيع الألياف؟ أنواع مختلفة من النيدلز والكانيولا ومواد إضافية هلأ رح نحكي عنهم، بس as a material كأدوات جراحية هي أنواع مختلفة من النيدل بأشكال مختلفة بزوايا قطع مختلفة، فهو إجراء ميكانيكال أكثر مما يكون أي شكل ثاني، هو إجراء ميكانيكال لتسوية السطح. عظيم. اليوم سطح الجلد بيوصل للنتيجة اللي بيحمي فيها نفسه مثل ما احنا شايفين في الصور الآن. مثل ما احنا راجعين بالضبط. نعم. نفس الصور. مدتها كم دكتور الجلسة؟ الجلسة بتاخذ مش أقل من 30 دقيقة، قد تمتد لساعة حسب المرحلة اللي بيعاني منها. نعم. المريض. النتيجة تظهر بعد الجلسة الأولى دكتور؟ من كل جلسة هي خطوة إلى الأمام للوصول لنتيجة أفضل. متى بنحكي هون وصلنا لنتيجة مثلى ولا يختلف من حالة إلى أخرى؟ على الأغلب بنوصل دائما لنتيجة تمهيد كامل للجلد بحيث إنه التقعرات كاملة بتروح، ولكن في مرحلة بننتقل إليها وراح نحكي عنها لقدام اللي هي تعزيز بناء الجلد. وهذا هو موضوع البحث اللي كنا بنعمل فيه، اللي هو التداخلات الجراحية ومجال الاستاتيك ميديسين التجميل الغير جراحي، وبوجود مساحة جدا واسعة من المواد القابلة للحقن. نعم. اللي عم تعطينا إفكت جديد وتأثيرات جديدة. احنا اليوم بنحكي عن البلازما، احنا اليوم بنحكي عن الـ PLLA بوليلاكتيك أسيد، احنا اليوم بنحكي عن الميزوثيرابي بأنواعه المختلفة، الفيتامينز قادرة على انها تعطينا قدرة تجديدية للجلد ليعيد بناء نفسه. فهي مشكلة الأكني بتتكون من نقطتين، النقطة الأولى شكل الجلد اللي تكون بناء على المكان لحماية نفسه، والنقطة الثانية واللي هي الأهم تعزيز المكان وإعادة بناء thickness of skin to rebuilding، نعيد بناء المكان والنسيج ليعطينا نتيجة أفضل. نعم. هذا الإجراء دكتور ممكن يتعارض مع إجراءات أخرى مثل الديرما بين وغيرها؟ ابدا، بالعكس، الديرمابين بالذات او المايكرو نيدلينج واحده من الاجراءات اللي ممكن تعطينا ميلتينج اند سكراتشينج للسطح الخارجي. نعم. نتيجه لهذه الظروف مع تقطيع الالياف، فانا اليوم بالبروتوكول اللي عم نعمل تقطيع الياف بالبدايه، وهو تقطيع للمنطقه السفلى من الجلد. نعم. منطقه ما تحت الجلد سب سيشن للتخفيف من اثر الالياف اللي ماسك الجلد للاسفل. نعم. بانواعهم المختلفه باشكالهم المختلفه، ولكن الستاندر واحد، هذا من سطح الجلد الداخلي. سطح الجلد الخارجي عم نستخدم له المايكرو نيدلينج، الديرما بين او بين قوسين الديرما بين فامباير تكنيك. نعم. اللي هو عم بيعطينا سكراتشنج كامل، لو بيكون اقوى دكتور واعمق من الديرما بين، اقوى سكراتشنج اكثر، بيرتفع على مراحل، بنزيد فيه عمق النيدل والتاثير على السطح ليعطينا فرصه لاعاده بناء سطح الجلد. فانت هذا الجلد الملموس كامل بتعيد بناءه وترميمه ليعطينا قدره ثانيه ودوره ثانيه للجلد. نعم. دورة تانية للجلد. بالتالي انت بتعمل انتعاش وتجديد وترميم للبشرة
في آن واحد. نعم، انتعاش وتجديد للبشرة في آن واحد. هذه التقنية من الداخل حكينا عن السبسيشن، والتقنية من الخارج اللي حكينا عن المايكرو نيدلينج أو التيرما بين فامبيا. بيضل علينا في لقطات معينة، وبالعادة بلاقيهم عند السيدات اللي عندهم نقص بالفيتامينز بالمينرال بشكل عام، الحديد بشكل خاص دائما بنلاقيه وبيكون يعني حاجز ما بينه وما بين الالتئام الكامل. بنقدر اليوم احنا بعد ما نتابع مواضيع النقص اذا كان في اي مشاكل صحيه، بنقدر نحقن مواد قادره على اعطائنا نتائج ترميميه للمكان وتحسينيه، توصل معنا نتائج التئام 70 80 90%، وفعليا في ناس كثير عم بتوصل لنتائج 100%. يعني نسبة الرضا عالية جدا جدا. شو العوامل اللي بتساعد على انه نوصل ل 100%؟ رجعنا للتغذية من جديد. التغذية ست الكريمة اليوم اذا هو في كونسبت اساسي في المجال الطبي، في داخل على الجسم وفي الخارج. نعم. منه ما بنقدر احنا نسيطر او نعطي كواليتي اوف بلد اوف سكن اوف هيلثي بودي، ما بنقدر نعطي صحه ممتازه بدون ما يكون نعم. الوارد على الجسم من تغذيه سليمه ومن ترطيب سليم. هذول اكثر نقطتين سديني. العمر بيلعب دور دكتور؟ العمر بيلعب دور بشكل عام. القراءات والارقام عم تحكي لنا عن انه من تحت ال 35، طبعا بيختلف من شخص للثاني. نعم. بناء على التغذيه. نعم. فبتصدف انه ست في نهايه بدايه الخمسينات نهايه الأربعين بيكون بتعمل جلسه واحده بيكون عندها انتعاش وريفرشنج سريع جدا، مقارنه بصبيه بتعمل جلستين بيكون الهيلينج وفتره الالتئام عندها ابطا بكثير. الفرق بيناتهم اللايف ستايل والتغذيه. هذا لاي عمر ممكن دكتور نستخدم هاي التقنيه؟ ابدا ما في عمر محدد، ولكن اليوم احنا بنحدد انه تحت ال 35 فكره انه يوصل لنتيجه التئام 100% هي اقرب من فوق ال 35. نعم، ولكن الجميع بيحصل على نتيجه. وبدي انوه على شغله، تفضل. كل جلسة بجلستها، يعني أنت اليوم عم تعمل الجلسة الأولى لازم تشوف نتيجة الجلسة الأولى من يوم ل 15 يوم بالمتوسط. إذا كان الالتئام طبيعي بدون أي مشاكل جانبية هذا من الطبيعي أنك تشوفه. فكل خطوة بخطوتها أنت عم تنتقل فيها from A to B من B ل C، كيف قاعد بتتحسن خطوة بخطوة لوحدة من أصعب مشاكل الجلدية اللي فعليا وعالميا ما إلها حلول كتير. نعم نعم صحيح دكتور. الآن بالنسبة لجلسة تقطيع الألياف، ما بعد الجلسة هل ممكن أن يعاني المريض من آلام معينة؟ هل من محاذير معينة؟ أبداً، الجلسة جداً آمنة، إجراءاتها الإجراء فيها بسيط، بتأخذ وقت في الإجراء، حكينا بتأخذ قريب المتوسط ساعة، بنعملها تحت التخدير الموضعي، بنعملها معاملة الجرح العادي. نعم. هنا هي على الطبقة السطحية من الجلد. بس ما فيها خياطة دكتور عشان نوضح للمشاهدين. ما فيها خياطة. نعم. في أنواع معينة جدا وبيكون فيها الفايف بروسس بشكل ثاني قد نحتاج فيها للستيتشنج من جديد، ولكن ب 90% منهم احنا ما بنحتاج، بالعكس بنحتاج للتقطيع ولإعادة البناء أكثر. معاملة الجرح العادي، الأنتيبيوتيك ريكفري الطبيعي، معاملة الجرح العادي أبسط بكثير من أي جلسات من الليزر لأنه هو قريب بالمقارنة وهو كان البديل لهذه الإجراءات. اليوم هو عم بيعطينا أوبشن جديد اللي هو تقطيع الألياف لنوصل لنتائج علاجية حقيقية 100%. وفي فكرة أساسية هون، هي مش فقط تجميلية، هي علاجية تجميلية. جميل. أنت النتيجة اللي عم بتحصليها أبداً ما عم تخسريها، فأنت ممكن تعملي جلسة وجلسة ثانية بعد فترة نتيجة الجلسة الأولى ما راح تضيع، راح تجمع مع نتيجة الجلسة الثانية لتعطيك نتيجة أفضل. فدائما في تحسن في نسبة. جميل والله دكتور، احنا نسلط الضوء على اوراق بحثيه جديده في علاج ندب الشباب وغيرها من المشاكل الجلديه التي قد تثير الازعاج والاحباط لدى كثير من المصابين بها. كل الشكر لحضورك معنا الدكتور مجد الحديدي، اختصاصي التجميل غير الجراحي ومكافحه علامات تقدم السن. شكرا لكم، شكرا لحضرتكم ولوقتكم، سعيد فيكم.